مساكم الله بالخير يا جماعة. احنا للحين الظهر عندنا وتأخرنا على الجماعة في غداهم عند أخوي خالد الله يسلمه بدوانية بن حسين. الله حياك الله. والله وداود الساعة المباركة متيمعين عقب الصلاة عقب صلاة الجمعة والحين بنتغدى. واليوم كثر ما سمعنا عن طباخهم أن كل يوم لازم يصير لازم الغداء بالدوانية السمك والسمك ولازم مكسر هوامير ومحمر عدل اي نعم والمرقع على الروس اي نعم اي نعم. الحين بس قبل ما انادي انا انادي لكم الطباخ قاسم اللي بيسوي اليوم الطبخه، الطبخه اليوم على شغل قاسم اللي كل يمدح طباخه فبنسوي على منواله هو شلون يسويها. يمكن تقول احنا شفنا المطبخ من قبل اي نعم بس هذا الطباخ معلمته ام خالد الله يرحمها ويغفر لها ان شاء الله ويغفر حق امه محمد اجمعين امين الله يسلمك. اول شيء اقول لكم من هو ديوانيه بن حسين. هذه الديوانيه او هذه العده تاسست من تقريبا الاربعينات او الخمسينات اي تقريبا اي نعم وكانت في شرق 48 في شرق وانتقلوا من شرق للدعيه اي نعم عدل اي نعم وبعدين انتقلنا عاد من الدعيه الى ارميثيه نعم. واللي صار المستقر انا ذيك الساعه صغير لا شارب ولا لحيه اي مشي على حس الطبل اي نعم ويهني عندهم والله يرحمهم الكبار كلهم يعني سعة صدر ويبون لوادم تجيهم يبون يتعلمون هالفن. هني الديوانية أو ديوانية بن حسين هم أساسهم الفن البحري. طبعا هذا مرافق حق العرضة البحرية حق التنازيل حق الأغاني العملية ومرافق بعد الترفيهية كل الأغاني وهم الأصوات بعد هم نفس الشيء الأصوات فعندهم العدة هذه تحيي الأفراح تحيي حتى المناسبات اللي نمر فيها كل سنة أعياد الوطنية على طول يعني نشتغل على طول بالأعياد الوطنية ساعات حتى بالأيام العادية نروح بالبراحة هني ونعرض عرضة يتجمعون الربيع ونعرضه قبل كل يوم عقب الغداء يعني العصر قبل العصر نفرش هني بالسكة عند الباب ويسوون ميلسي يا سلام كله ميلسي يتجمعون عاد ربع الوالد الله يرحمهم كلهم عسى الله يغفر لهم الله يرحمهم مستانس هني هذه الفنون اللي ما نبيها تروح من ديرتنا اللي هي اساس الكويت واحنا روحنا طلبنا واساسنا فهم ما زالوا والحين الشباب يقول لك الولد حافظ تراث الابو والحفيد حافظ تراث يده فالحمد لله هذا هم الشيء متوارثينه انا اللي ونسني حتى عيالهم الحين الصغار نفس الشيء ماسكين السلك الاولي لازم يعرف حق الطاوله يعرف حق الورواس يعرف حق النهمه يعرف حق كل شيء يتاسس في البحر وبعدين حتى الحبال شلون تصير برمتهم شلون تصير هذه الاشياء اللي الحبال شلون يدمجون الحبل هذه كل الاشياء قاعدين يعلمونها الصغار يعلمونها اياهم. الحين بنقول حق اخوي خالد مشكور ما قصر الله يسلمك تعال استريح هذه الساعه المباركه في بعد روحي اللي وصلت الديوانيه وسلام حق اخوي محمد عسى الله يرده بالسلامه. والله احنا بغينا يعني اي والله قلت انا اكون محمد والله والنعم وثلاث انعام ان شاء الله الله يرده بالسلامه ونفرح فيه ان شاء الله عسى الله يقويك ويعطيك الصحه والعافيه تسلم حبيب قلبي. الحين انتقل وياكم من عندي اللي هو اساس ليلتنا الليله هني عشان نذوق طباخه يا قاسم. نعم تفضل. هلا قاسم شلونك؟ قاسم رابي هني بيت بن حسين واللي مربيته الله يرحمها ام خالد علمته التكنيك الاولي او الطباخ الاولي اللي هم متعودين عليه فيوميا كان يقول لي لا بابا ما تحط هذا انا اسوي لكم مكسر مال اللي علمتني اياه اللي هو المكسر القديم هامور بس كل اللي علينا ايش قمنا يبنى الهوامير هذا هو مكانه قدامكم هذا الراس اللي بنحطه في المرقه طبعا في هناك اتبع ماله عدل قاسم نعم. وهذه الفدر اللي بنحطها بالمكسر شو سوينا قاسم بس كركم قالت ماما ملح غسيل ملح وكركم وبزار بزار مال البيت ابزار مال البيت اللي هو المخلوط كل عاد كل بيت على حسبه ابزاره بسويها مشم ابزارنا قال هذا مثل البزار اللي يسويه ماما كمون الفلفل الاسود كزبره عدل هذا البهار الاولي اللي متعارفين عليه الكويت كله زين الحين ايش بنسوي اول شيء قاسم بنحمص حق المطبق حق المكسر شنو نحتاج بصل نبي بصل هذا البصل وعندنا بهارات مشكله اللي هما لومي اسود وبعدين عندنا هذا انت زايده ولا اول ماما بعد تحطه هذا اي حزايده هو اللي ورق الغار فلفل اسود وكاري شويه وكزبر وكمون وبهار مال البيت عدل هذا متى هيل ما تحط دارسين ما تحط هذا شوفوا غير مطبقي يعني انا احط هيل واحط دارسين احط ستار هذا
كل واحد كل واحد يختلف طعمه. كل واحد يختلف طعمه، اليوم نذوق الطعم الاصلي، طعم اهل الكويت نطبقهم اللي ما فيه ما دشت عليه تحاوير وتزاوير. شو بنحط اول شيء الحين نشب الجدر هنا؟ ايه عشان نحمسه. نشب الشوله. قبل لا نشب الشوله ناخذ كت ونزهب نزهب اغراضنا ونرد لكم مره ثانيه. شبينا على جدرنا عدل، وهذا السمك بعطيه كماري تروح تقليه، قلت لكم عن طريقته. كماري ها انت من هناك، يلا هات اعطيه يا قاسم، يلا قليه عشان نحطه مع اخواني. الحين قاسم شو بتحط هني؟ دهن مال قلاي عشان تعرفون شغل اهل الكويت قبل، دهن القلاي نفسه اللي قالوا فيه السمكه اللي فيه طعم البهار، طعم الـ 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 طعم الهامور او طعم السمكه هو اللي يصبونه. صب يبا. ايوه. ايش كثر تبي قول لي من الدهن؟ صبر. انا كذي شيل شيل هذه شيل المغرفه. لان احنا عندنا جدر عود عطني البيز. ايوه. شيل المغرفة. بسم الله. شوي شوي مو هاي عشان ابي لا العيش وايد 15 كيلو عندنا يبا. يلا ينقله. والحين شو تحط عليه البصل؟ اي بصل. هذا البصل حامي. اوه وعندك بهارات السمك. اول احمس البصل. ايه ايوه يلا. ما تحط ثوم ولا زنجبيل. حط ثوم. ها. بس شوقر شويه. حطينا إيه. على الثوم. عشان شوي يصير زنجبيل. هذه ترى اضافات قاسم الحين. هذا الله يرحمها علمتني ماما. الله يرحمها تغمد روحها لينا. انا والله هي طباخه دوانيه. الله يرحمها. الله يرحمها. الحين بتضيف له شيء ولا بعد شويه؟ لا خليه شويه عشان خليه بعد شويه. زين خلينا نرتب الجدر الثاني على ما هذا يتحمر شويه. عندك هذا خلينا نشب الشوله. حنسوي جدر المرق. ايش بتحط في المرق؟ نفس الشيء من الدهنه نفسها مالت القلاي. من دهنه القلاي نفسها. الحين تقدر توازنه، لا توازنه من تحت، خليها شبه خليها مفتوحه فوق. صبينا شويه دهن فيه هني. شوي شوي. اذا شفتوا دهنتنا اللي قلينا فيها ما قطيناها نفسها، هي فيها الطعم وهي الحمس فيها. الحين اصبر امسكها. هذه البهارات شوفوها. الكزبر والكمون والبهار البيت والكاري واللومي الاسود فلفل اسود والكركم ورق الغار. بسم الله. يلا يا قاسم. هذه الحمسه مالت المكسه. عاد الحين ريحه يجي عدل؟ اي زين. الحين ايش بنصب عليه الماي يبا؟ نصب عليه الماي الحار؟ اي ولا بتنزل السمك اول؟ نزل شوي شوي شوي. السمك احنا قالينا اي قالينا خلاص خلاص بس انزل الماء. يلا شوي يا عمينا. يلا خليني اشيل عنك هذه. والملح الحين تحطه؟ ايه هذا الملح. الحين بنزل فيها السمك. تعالي لا انا بنزل ديني بعد بدي السمك عقب ما قلوه كهوه زاهب. كافي يقول الكاميرا. انت تعال توقف مني هسه. يلا السمك راهي وكبار بس يبي له طباخ. لا لا ان شاء الله راهي راهي. الحين بنخليه بس السمك يفوح. مش بنسوي بالحمس حق المرقه وبعدين بنسوي المحمر كامل. ايه خلاص اللي عندك كماري وينهم؟
هات يبا. حار؟ لا الراس حق المرق خليه. وهذا اللومي الاسود اللي هو اصماق المكسر، اذا ما يصير فيه لومي اسود ما يستوي. بس نغطي عليه؟ ايه يلا. يبي ما يزود ولا ما يزين؟ والله انا اقول زين. زين؟ زين. زين يلا توكل على الله. وين مغطاته؟ مغطاه الجدر؟ وراي انا اجيبه، انا اجيبه. يا الله. تبي تكبس عليه ولا نشيل منه؟ والله شيل منه اصلا عشان لا الحين ننتقل حق الجدر الثاني. يلا. خلنا نشب الراس عاد. ايوه ماله هذا. صب. البرقه انا العاده حمس فلفل خضر واحط ستار ومش عارف ايش. الحين تعال قاسم، شنو مرقه ماما اللي تسويها؟ ماما الله يرحمها. اي الله يرحمها. بصل. نعم. وثوم. ثوم، وين الثوم؟ هذا الثوم كهوه. نعم. بهارات هذا. وبهارات مشكله اللي هم كمون وايد، دبل كمون. وبهار مال البيت. وشويه كاري وكزبر. وفلفل اسود وكركم. عدل؟ زين، اول ايش بتحط؟ بصل. حط البصل، تفضل يلا حط البصل. خليه يتحمر شويه. ثاني تحط البهار ويا بعد ثوم لازم. اي الثوم خلي شويه يصير احمر وبعدين تحط الثوم. ها عشان لا يحترق. الثوم انت شوف هذا الحين. ايوه السمك. ان شاء الله. هذه بحطينا الشكر الحين عشان نحمره حق المحمر. كميه تقريبا 5 كيلو عيش عندنا. وهذه حمسه المرقه الصوب يمها. بس ننتظر بعد البصل يتحمر شويه ونضيف له الثوم. وتالي عقب الثوم نضيف باقي البهارات. قاسم زين كذي؟ خلي شويه حمر. بعد؟ تصير الصقره. اصفر ها؟ ما حطينا كركم احنا. لا عشان البهارات بعد. هذا جدر المرق، حمسنا البصل شفتوا شلون شوقر، نضيف له الثوم فوقه. تبي ثوم زياده؟ تبي ثوم زياده؟ لا بس اذا في زياده في معون ثاني. الحين بنضيف فيه البهارات هذه اللي قلنا لكم عنها، الفلفل الاسود والكمون والبزار شو اسمه الثاني الكاري يمي حمرة. عطنا الحين المعجون مال الطماط. لا اول معجون بسرعه. ايوه عطني الثاني بعد. الحين تعطينا الطماطة بس تظهر ريحة المعجون. عطنا الطماطة يلا. لازم نحمس المعجون شوية تطلع ريحته. يلا يلا عطنا الطماطة. الطماطة يا جماعة مطحون عشان ما ينقص ولا تطلع قشورة شيء يميع. بس ونخليها لين تتسبك الحين تقصر عليها الضوء. ها نحمسها لين تطلع ريحه الطماط مع المعجون تدمجت مره واحده مع البهار. تالي شو ننزل عليه؟ شبنت. شبنت وكزبر شويه نص الكميه. ها شفتوا انا طريقتي، انا حمس الخضره هم طريقتهم لا، نحط كذي هذا النص تالي وهذا تالي. ها النص الثاني تالي. حط فوق. اخر شيء. اخر شيء. واللومي الاسود ويا سمك. ها ويا سمك ما نقطع الحين. يلا قطع الحين. قهوه يمك. يلا عشان نمرق عليه. تفضل. ها
هذا اللومي الاسود. تعالي بشري هذول عني. شريهم شريهم بسرعه. الحين اطيبه شويه ملح خلينا نملح المرقه. ما تحط فيها لو مكسر بس كذي ها؟ اي بس الصبار بتحطهم متى؟ اخر ولا الحين؟ اخر شيء اذا ويا سمك. مع السمك ها؟ الحين نزيدها ماي شويه؟ اي لازم نزيد ماي. عطنا ماي حار يلا خلينا نزيد. عافيه عافيه عليك والله يا قاسم. تعلم عدس وطيطيح الحواشي كلها ما تدري قبل. قلنا بعد ما زود نعم بعد يبي ماي شوي خلي شويه عودنا عودنا حط لان ماي ثقيله عشان ننزل السمك اي بعدين لا خليه يطبخ شويه خليه يطبخ اي قصر عليها ربع ساعه ربع ساعه قصر عليها الجوله هذا اختربت يلا ما عليه ماي حار نضيف له يا جماعه مو بارد عشان لا يبتر الحين يطبخ يذوب كله خليه يطبخ لين يذوب كيف بغى الزود زيدة ثانية وعلى طريقة قاسم اللي معلمينه دارسين عدل؟ إيه. عودين ثلاثة؟ ايه بس بعد؟ بس 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 والهيل والزعفران فوق تالي ايه والحين نرد لكم بعد شوي لما نسنع جذورنا شلنا الماي حطيناه هني اللي ذوبنا فيه الشكر والدارسين وهذا الحين الدهن ذهب يلا يبا عطك دهن حامي بفر العيش بالدهنه لان اليوم محمرنا مكبوس مو مشغول ببطنه خوش تمام تمام حلو الحين بحمره شويه بالدهن عدل انت انتهى شغلك يلا علشان على طريقتك نفسها وتالي يقول لي اللي جهزت عشان اساقي بالماي وياه ننطر الحين نطلع السمك من هني ونكت العيش لان ما نبي نكت على العيش كله ونكسر سمكنا ونخلي بس واحده نضحي فيها وتالي الباقي نحطهم على الوجه يكملون السوى مالهم هذا الحين الماي الحين الماي نعم يلا بسم الله حط قياسك والدهنه خذ الماي كله يبي زود ماي؟ لا الهامور مبتسم الراس شوفه شوفه يا بسم الله مره واحده هذا الرؤوس نزلناه وهذه الصواطر يلا انت اعطونا ماي حاربه يلا كذي المرقه تقريبا المرقه ذاهبه بس تسكر لين تاخذ نضيان السمك خلط شويه ما نبي نحط هذا وايد حار وايد اي وايد قرم حتى وهذا المقصص بس عشان الطعم يعني شايف يبه؟ اي ها
ها والصبار لا تنسون تحطوا الصبار هو اللي يعطي الانطواء بالمرقه. بس كافي كافي كافي. يلا عشان الحين بنروح نطلع سمكتنا. هذا السمك عندنا استوى نشيله عشان نكت العيش. لا اله الا الله هاي اخر قطعه. شيله وده منها. هذا ما عليه في بطنه هو اللي يعطي الطعم. اعطونا الحين نزيد الماء عشان نزيد النار يبقى عليه. احنا كذي نقول دش العيش بيوته، دش العيش بيوته، الحين بتحط عليه زعفران ولا شيء، حركه بس مره. ايه بكره وقعود ايوه. خوش. ما شاء الله. الله يسلم يدينك يا قاسم. الله يخليك الله يخليك ان شاء الله. نواك الله. الحين بدك تحط الحديده؟ لا بخلي ماي في بعد شويه في ماي؟ في ماي. بسم الله. بسم الله. مره واحده. طقه بس. بس خلاص. وده منك. يبي ماي زود شوف. ايه ماي يبي. يلا كاي يمك يمك الماي. يلا صب. هذا قياسك عدل؟ طبعا اذا كان جدر صغير خلون السمكه ببطنه، بس جدر العود ما نبيها تتكسر، سمكتنا راهيه عقب لين دش بيوته صفينا السمك من فوق يكمل، الماي كله ينزل عليه، لكن اللي في البيت لا يميع عفاس على دفاس عشان يصير صدق مكسر. بس يبقى ننتظر الحين شوي لين يرتفع العيش ونحط حشوه فوقه ونكمل شغلنا ونرش الزعفران على وجه المحمر. شفت الحركه اللي مساء سواها؟ الحركه اللي سواها هذه عشان يدخل الهواء داخل العيش عشان لا يصير العيش ملبق او معجن نقول متلاصق، يصير كل واحده متخانقه مع اختها، تكتل. والحين شويه دهن هذا شو؟ دهن عربي. اوكي وهذه طريقه الاوليه الكزبر وثوم اخر شيء حق التسكيره واللي ما يبي الثوم بس الكزبر كافي. وش بنت هايبه؟ سلام. طلعت ريحتها ما شاء الله خنينه. ما قصرت يا قاسم سلم يديك. لا لا من دينك يا عم. الله يسلمك. انا ما سوينا شيء. لا والله. خوش مرقه شيء عجيب. شاب النار عليها حطها نار شويه وتطفي. خلص السمك. هذا يبا عيشنا خلاص بس بنحط فوق الحشو، احنا حشو مذهبينه وحين اعد لكم طريقته. بصل محموس ولومي اسود وكزبر وشبنت وحبيبه بهار وحبيبه هيب. خليه على كتر. وين السمك يبا؟ بسم الله ما عليه لا تطبين بتروح روحي مع خواتك. هذا مطبقنا خالص يا جماعه. الحين بس ننطر النشاب، تاخرنا عليكم ما عليه، باذن العصر وهنا ما خلصنا. اول بنشيل السمك
الحين خذ الطعم وياه كله قطعه قطعه. اكو عندك ملاس صغير يبقى موجود حق الشيء الاسهل. لا اله الا الله. صلي على محمد. اعطي بعد صينيه بشيل هذه ولا يشيل يشيل كنا. وين صحنك؟ تمسك الناس. تعال بس لقط العلو. شيل العلو بالفلفل. صلي على محمد. أعطي الثاني المعون. يلا 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 خلص اللي عندك ذاك. بعد في ايش؟ رد اخ. نملحكم بعد. امسك امسك الجذر لايق. هذه الملة العودة عشان فيها الراس العود بس حامه. هذه مشكلة الملة. وين الملة اسمع لي مساء؟ لا لا الصغير البديني. ايوه. ابن حسين ايش رايك؟ والله انا اتنشق الريحه وانا عند الباب والله ما شاء الله. هذه احلاله قاسم وتعلوم الوالده الله يرحمها ويغمد روحها لينا. الله يرحم موتانا وموتانا. الله يسلمك. ترى عاد شوفوا يا جماعه الكويت هم اللي يحبون المصمص الروس ولا بلدان الثانيه يسوون هبره. هم يبون هذه هالطعم اللي يظهر بس. يلا عاد انا ابو داود ما اكل سمك. ها؟ اي والله بس اليوم باكل. كلش؟ كان قلت اسوي لك على على لا لا على كتر؟ لا لا الطبخه غير صارت. الله يطول لي عمرك. تسلم. الله يعطيك الصحة. يلا يبا قطوا عشان تودون الصفونة حق الجماعه. المحمر بارز والمطبق ذاهب المكسر. وما قصروا ابن حسين على وسعة صدرهم. استضافونا في بيتهم. هذا محلك. الله يطول لي عمرك حبيبي. عزيز وغالي. ولها المباركه اللي شفناك بدون. الله يسلمك. تسلم عمرك. عسى الله يعطيك الصحة والعافية. ودوا عشان تغطون الصفونة. اي الحين بنحط الصماط داخل. ونشوفكم ان شاء الله على السفره والجماعه ياكلون. وانا اقول لكم فما لا. وان شاء الله في نقصه جديده حق مكان جديد نتلاقى جميع. في امان الله. خلصنا بغدانا وطبخنا وهذه النقصه وصلت حق بن حسين وربعهم كلهم الله يرحمه خالد واخوانه والشباب كلهم لهانا والشياب بعد على راسي. الله يرحمه.
الله عساهم سالمين. نقول لهم سموا عليكم بالف عافيه. الله شبك كشفوا يبل صحون واعطوا المقاطي منك. تسلم ايدينك يا ابو داوود ما قصرت. عسى خيرك كثير ان شاء الله. الله يطول لي عمرك. تسلم. عسى الله. هذا المحمر اي حتى المرق. شوف المرق. شوف المرق يبا. شوف المرق.